ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. مرحبا بك حسين. يعني تصريحات ماريا زخاروفا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، كيف نفهم من هذه التصريحات محددات الموقف الروسي من التطورات الأخيرة الجارية في رفح؟ نعم دينا، بالفعل وعلى الرغم من أن موسكو تعتبر من أكثر الدول التي استفادت من ما يحصل في قطاع غزة من الناحية السياسية والعسكرية، حيث أن الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية انغمس خلال الأشهر الماضية في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأيضا بعض الخطابات الأمريكية وأيضا الخطوات الأمريكية التفت بشكل كامل تجاه إسرائيل، وهذا ما تريده موسكو منذ فترة، وخاصة أن موسكو تعيش حالة صراع مع الغرب وتقوم بالعملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن أيضا موسكو من الدول التي لا تريد مثل هذه الأفعال أو الحروب والصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهي تريد تهدئة مستدامة في تلك المنطقة بسبب القواعد العسكرية التي تمتلكها روسيا وخاصة في سوريا، إضافة أيضا إلى أن العلاقات التي تجمع موسكو مع الدول العربية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة أن روسيا الآن تتحدث عن أن الفترة المقبلة ستكون العلاقات بينها وبين الدول العربية في تطور مزدهر. بالنسبة لما تحدثت عنه ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية حول مطالبة إسرائيل بضرورة التقيد بالقوانين الدولية وبضرورة وقف الأعمال العسكرية في رفح وأيضا في قطاع غزة، فهذا يعتبر من ضمن المسار الدبلوماسي أو في إطار المسار الدبلوماسي الذي يمكن لروسيا أن تتحدث عنه. حتى هذه اللحظة ليست لدى روسيا القدرة الكبيرة على الضغط على إسرائيل في وقف الأعمال العسكرية، فالجميع يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الأكثر قدرة في الشرق الأوسط وخاصة مع إسرائيل، نظرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الداعمة لإسرائيل من الناحية العسكرية ومن الناحية المالية، لذلك لروسيا فقط الدور عبر البيانات الدبلوماسية وأيضا عبر مطالبة مجلس الأمن والوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مجلس الأمن، أما من ناحية أخرى أي عبر الضغط العسكري أو عبر فرض الأمر الواقع على إسرائيل، فليس لدى روسيا مثل هذه القدرة، وخاصة يعني أن روسيا بالضبط. طب إذا كان الأمر كذلك وروسيا طبعا تعلم يعني تدرك هذا أبعاد دورها وموقفها، إذا كان الأمر كذلك لماذا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة؟ يعني لن ينتظر منه الكثير في مجلس الأمن في هذه الجلسة، صحيح؟ بالفعل دينا، وخاصة أن روسيا هي نفسها تؤكد على أنها لا تثق بالمنظمات الدولية، نظرا إلى أن هذه المنظمات أصبحت أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية وبيد الغرب، وروسيا تعلم أيضا بأن مجلس الأمن لن يكون لديها القدرة على وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تعلم روسيا جيدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة التي لديها القدرة على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إنما مطالبة روسيا لمجلس الأمن الدولي تأتي في إطار البيان الدبلوماسي أو في إطار الأعمال الدبلوماسية، وأيضا في إطار أن روسيا تريد تسجيل نقطة في المسار التصاعدي أو مسار الصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا تريد أن تؤكد للدول الغربية خاصة وأيضا للدول الصديقة التي تريد روسيا أن تؤكد لهم على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط من تقيل بمكيالين، أي أن تتعامل مع الملف الأوكراني بعكس تماما مع تعاملها مع الملف الفلسطيني، وأيضا هذا الأمر أي الدور الروسي سيكون كبير خلال الفترة المقبلة، لكن في الوقت الحالي روسيا ليست لديها القدرة على الضغط جديا على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. ومع ذلك نرى أن موسكو استضافت اجتماعا للفصائل الفلسطينية. دينا، موسكو استضافت الفصائل الفلسطينية والفصائل اجتمعت على مدار يومين في العاصمة الروسية موسكو، لكن القيادة الروسية أو الدوائر المقربة من السلطات الرسمية الروسية كانت تعلم بأن هذه الاجتماعات لن تصل إلى أي مكان ولن تنجح، لأن حجم الخلافات بين الفصائل الفلسطينية هي أكبر من اجتماع على مدار يومين أو اجتماعات متتالية على مدار يومين. أيضا الصين استضافت الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة فتح وحماس
خلال الأسبوع الماضي، وأيضا الصين تعلم بدورها بأنها لن تستطيع أن تصل إلى نقطة يمكن حل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، لأن هذه الأزمات أكبر من الصين وأكبر من روسيا. هذه الأزمات تحتاج إلى جهة لديها القدرة المالية. فلسطين حتى الآن تعيش على المساعدات الأوروبية، ولا سيما أن هذه المساعدات هي ورقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الكلمة الفصل هي ستكون لواشنطن، والقدرة حتى هذه الساعة أو كلمة الفصل في منطقة الشرق الأوسط حتى هذه اللحظة هي لواشنطن. في حال هذا أعجب روسيا أم لم يعجبها، هكذا هو قراءة الخبراء وقراءة المحللين للموقف، وروسيا تعلم ذلك جيدا، خاصة أن روسيا الآن تحاول مع بعض الدول الصديقة على حد تعبيرها بأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدول الغربية من أجل وقف المساعدات إلى إسرائيل، ومن أجل أيضا وقف الأعمال العسكرية. لكن هذه الضغوط لن تنجح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الأكثر قدرة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، في حال روسيا أنهت العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي حال توصلت إلى تسوية أو إلى اتفاق يحقق أهدافها مع الدول الغربية وتحديدا مع واشنطن، وفي حال سألنا هذا السؤال خلال السنوات القليلة المقبلة، نعم عندها يمكن الإجابة عن الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذا الدور في الوقت الحالي لا زال ضعيف جدا مقارنة مع الدور الأمريكي. وهنا أتحدث عن منطقة الشرق الأوسط، الدور الروسي سيكبر في تلك المنطقة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات، وهذا ما تعرفه أصلا القيادة الروسية وما تتحدث عنه، بأن العالم سيقوم متعدد الأقطاب بعيدا عن القطب الأمريكي الواحد. شكرا جزيلا لك حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو.